Şöyle hatırlayacak olursak biz neleri işledik? Çünkü bu hadisin metni okumakta bir fayda var. Biz buraya kadar geldik. اَلَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Buraya kadar geldik. Şimdi diyor ki metni olarak عَنْ حُسَيْنِ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ قَالْ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدْ بِنْ جُبَيْرْ فَقَالَ اَيُّكُمْ رَآ كَوْكَبَ الَّذِينْ قَدَّ الْبَارِحَا قُلْتُ اَنَا ثُمَّ قُلْتُ اِنِّي لَمْ أَكُمْ فِي صَلَاتِ وَلَاكِنَّ لُدِّغْتْ قَالَ فَمَا صَنَعْتْ قَالَ اَسْتَرْقَيْتْ قال وما حملك على ذلك قلت حديث حدثه الشعبي قال وما حدثكم الشعبي قلت حديث حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا رقيا إلا من عين أو حمى فقال سعد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط والنبي ورأيت النبي معه رجل ورجلين ورأيت النبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن يا محمد انظر إلى الأفق فنظرت فإذا بسواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا بسواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض مجلسه يعني دخل مجلسه فخاض الناس في هؤلاء الذين يتكلمون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقال بعضهم هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء كثيرة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محزن قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال إنك منهم فقام رجل آخر قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك عكاشا قال العلماء لماذا صلى الله عليه وسلم دعا إلى رجل الأول ولم يدع إلى الآخر فقالوا هذا منافق قال ما ذلك ندان رسول الله عليه الصلاة والسلام birinci adam yani Ukkaş bin Muhsin'e dua edip de öbürüne dua etmediler dediler ki o kişi münafıktır çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam münafıkları biliyordur. Öyle değil mi? Ve Hudeyfe İbn-i Yemen'e bunu ezberlettirmiştir. Evet. Biz o en son cümle inşallah onu alacağız. Evet. اَلَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Şimdi burada sahabelerin